يمكن عفاف من بداية رحلتنا الصباحية لأنه بكرة شهر رمضان المبارك ينعاد على الأمة الإسلامية بالخير والصحة. عم نحكي عن أهمية الصيام وفوائد الصيام، قديش فعليا بتنعكس على الجسم والجهاز الهضمي. فيه فعليا فينا نستغل هيدا الشهر لنقدر نتخلص من بعض العادات الغذائية السيئة ونحافظ على جسمنا بشكل كتير سليم. أكيد كمان مثل ما بيقولوا صوموا تصحوا، يعني مو بس إنه نصح يزيد وزننا، بنحل كتير مشاكل بالجسم عنا. يعني في أطباء ودراسات بتقلك في عندك صيام متقطع أو صيام طويل بينصحوا فيها لحتى تعالج لك كتير من المشاكل الموجودة بجسمك. اليوم رح نتعرف سوا عن كيف نحن نستفيد من شهر رمضان من الناحية الصحية. معنا الدكتورة هبة عبيد، مختصة بأمراض الجهاز الهضمي وخبيرة بمجال التغذية والعلاج الصبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الفل، أهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. لما نقول فعليا شهر رمضان المبارك والصيام، هو فينا نستغل هيدا الشهر من خلال كثير من السلوكيات للأسف الخاطئة خلال السنة بنرتكبها بحق جسمنا. خلينا أهمية استغلال هيدا الشهر، فينا نعمل ديتوكس للجسم كله، نقدر نتخلص خلال هيدا الشهر من جميع فعليا قصص كثير ممكن تريحنا بالمستقبل. نحن عم نحكي عن هيدا الشهر، فينا يا ناكل كثير يا ناكل باعتدال بس اكل صحي ويصير هو مفهوم حياة. هلا اولا الحياة الصحية هو الواحد لازم يكون بلش فيها من قبل، يعني يعني بيجي رمضان مثلا كمتمم الواحد ليوصل للشيء ده، الحمد لله ضمير برمضان مو عشوائي. اما ممكن يكون الشخص كمان عايش حياة غير صحية، فممكن رمضان فرصة انه هو يبدا. يعني نحن ما رح نقول انه هو رح يتعدل كل جسمه او كل وظائف جسمه خلال هذا الشهر، لكن بتكون خطوة مشجعة او محفزة لحتى هو يبدا ويستمر. لان هو يعني بده يكون هيك صايم، فيعني الصيام روحاني وبالنتيجة كمان صيام جسدي. صحيح. يعني بيعكس نتائجه على جسمه. هلا بداية أنا دائما بشجع وبنصح بالصيام المتقطع، يعني كل اللي بيعرفني بيعرف قديه بركز على هذا الموضوع الطبيعية. بس لسه الصيام الجاف أو الصيام الرمضاني فوائده بتضغى على الصيام المتقطع بأضعاف. لأن نحن أولا لما بصوم يعني ما في أكل لمدة معينة أقل شيء 12 أو 14 ساعة، فأنا عندي هرمون الإنسولين ما عم يطلع، أنا ما عم باكل. تخفف شيء تخفف رغبة الشعور يعني بالجوع أو حب الأكل، يعني عليك. فهو الإنسولين ما عم يطلع، فأنا بصير عندي زيادة حساسية خلايا الإنسولين. يعني بخلص من أول أو بكون ضربت أول مسمار بنعش مقاومة الإنسولين. يعني أنا تخلصت من شيء اسمه مقاومة الإنسولين، أو حاولت أخذ خطوة بعيدة عنه، الموضوع وقاية. كمان مرضى السكري بيفيدون هذا النمط من العلاج أو من نمط الحياة جدا. طبعا مو مرضى السكري نمط واحد عشان الناس ما تعلق الموضوع. المرضى السكري بياخذوا إنسولين، لا الصيام لهم مو صحي. صحيح. طبعا نحن كمان بعد يعني اول شيء حسنا مقاومه الانسولين لما منصوم من فتره 12 ساعه، بعد 12 ساعه صيام بيرتفع عندي شيء اسمه الجروث هرمون، هرمون النمو. هرمون النمو هو هرمون حرق الشحوم، هرمون اسمه هرمون الاستشفاء، يعني بيعيد تكوين البروتين بالجسم، مضاد للشيخوخه، هرمون حرق الدهون الاساسي الجروث هرمون، فبيرتفع نسبته كثير بالصيام. وبعد الصيام مثلا ممكن يمتد الصيام معنا ل 18 ساعة. هلا إذا نحن كنا عم نحكي عن الصيام المتقطع، أحيانا الناس بتمد بعد المغرب، يعني بتصوم لسه كم ساعة. فهون نحن بيدخل الجسم، وهي بصراحة أهم فائدة للصيام، هي بعملية الأوتوفاجي. الأوتوفاجي أو الالتهام الذاتي هي عملية بيعمل فيها الجسم إعادة تدوير الخلايا التالفة والبروتين التالف، وبيستخدمه كطاقة ليبني خلايا جديدة. ما بيكتظ بالجسم، يعني ما بيصير حبيس الجسم، يعني عليك. هلا نحن لما بنكون عم ناكل دائما فما بنعطي الجسم فرصة أساسا حتى يتخلص من الشيء اللي عنده. فبفترة الصيام جسمي هون مفعل حالة إنه أنا يعني حالة البقاء، يعني إنه أنا هذا ما عم يجيني أكل، فأي خلية فيها ضرر فيها عطل يلا بيستخدمها كطاقة مشان يبني خلايا جديدة. يعني هي اهم فائده للصيام، حتى بينعكس اثاره على البشره على النشاط. يعني بالعكس الواحد بيزيد نشاطه وتركيزه بالصيام لانه بصير معتمد على الكيتونات. كمان بتلاقي انه في اشخاص وقت الفطور بتكون كثير جوعانه فبتاكل الاخضر واليابس، بتقول لك انه انا خلص صايم وجوعان كثير وما بيخلي اي نوع وما بياكل، بصير في تخليط كثير بالاكل. وما شاء الله بتلاقي السفره الرمضانيه على الفطور. هي مصيبه يا السفره الرمضانيه، مصيبه. بتقولي مطبخ سوري ما تاكل الناس، يعني ما بتقول الواحد ما في هو الاعتدال. صحيح. الاعتدال والترتيب الطعام مهم جدا بهذا. فهون هذا اللي بدنا نحكي عنه، انه نحن لازم يكون عندنا
نظام غذائي، نعرف شو بدنا ناكل، صح. كيف نحن لازم نرتب وجباتنا، شو الاكل اللي لازم ناكله يكون صحي. هلا اولا الواحد لما بيكون صايم فهو بيكون جسمه بمرحله صيام جاف، يعني مثل ما هلا حكينا من شوي، يعني ما في حتى سوائل ما في بالجسم، فالجسم مثل مفعل حاله الحرب، فاجى فجاه نحن نقلنا الجسم من حاله صيام جاف لحاله شو؟ تخمه. صحيح. يعني حتى الناس عندنا بتاكل بسرعه، بتاكل بشراهه، بتاكل الاكل، بتفطر على عصائر مثلا، هذا الشيء كثير مؤذي. والمراه السوريه مبدعه، يعني مواد ولا غير مواد هي بتبدع بالاكل، قادره تصنع طرق للاكل واكلات غريبه عجيبه. هو الاكلات الشاميه بصراحه طيبه كثير، بس كمان مؤذيه كثير للجسم. يعني نحن اذا بدنا نحسبها هيك فهو افضل شيء لحتى يعني يكون غذائنا بيحتوي على الدهون الصحيه والبروتينات والالياف. وككسر سفره، يعني انه انا صايم واول ما بلش فطوري، فالافضل خلينا نبسطها للناس. أيوة. يعني لما نقول بروتينات وهدول القصص نحن يعني عليك، بس نبسطها للناس. يعني انا صمت ل 14، عم نحكي خصوصا على الافطار. انت عم تحكي عم نحكي على الافطار، صيام لساعات طويله. يعني احيانا في بعض السلوكيات الخاطئه بتلاقي الناس تشرب كاستين مي على السريع، ما بتقدر تاكل، او زبديه تدريجيا. كيف فينا ناكل؟ هلا اول شيء كسر الصيام بيكون بيكون بكاسه مي، لانه بيكون لنا نحن زمان ما اخذنا سوائل، وفي نقص سوائل وكهارل بالجسم. فطبعا حتى شرب الماء ما لازم يكون بسرعه، لازم الواحد يشرب الماء على سلاس، يعني مو يبلعه بلا حتى يمصه مص الماء. بعدين الافضل انه يفطر على حبه تمر، وتمره واحده فقط تكفي، يعني مو سبت منه 10. الرسول يفطر على تمره وكاس لبن، يعني هو أيوة يعني اهم الخصائص الغذائيه الصحيحه تماما. فهي تمره واحده كافيه، لانه التمره الواحده فيها 15 جرام كارب، وبترفع قراءه سكر الدم 50 قراءه، يعني مؤشر الجلايسيميا عندها كثير عالي، فيعني بتحسن لك اذا انت كان عندك نقص سكر الدم او تعبان او هاي، فحبه تمر واحده بتكفي. بعدين بننتقل للشوربه، والافضل تكون شوربه غنيه بدهون صحيه، يعني مثلا زيت الزيتون، شوربه عظم البقر، حتى مثلا السمنه البلديه او هاي، لانه الشوربه بيكون فيها دهون فبتعطي شعور الامتلاء، بالاضافه انه فيها هي املاح وشوارد، فبتعطي حاجه جسم الاملاح، وكمان فيها دهون فبتعطي نشاط وشعور بالامتلاء. بعدين بننتقل للسلطه، طبعا بناكل كميه قليله من السلطه، لان كمان الكميات الكبيره مرهقه للجسم. اساسا في ظل الغلاء المعيشي الاقتصادي كل هدول ما لهم على المائده، نحن عم نحاول يمكن نبسط للناس انه فعليا اذا انا عامله طبخه اليوم كيف فيني اكل، يعني طبختيها على هالقد انه ما فيني كتر، ان كان سوائل ولا أيوة. ان كان مشروبات انا فيني اكل بس صحن واحد شي... تلاقي الناس بتحط صحن واثنين. لا لا يعني الاعتدال بالكميات كثير مهم طبعا. هو اساسا الصايم بيكون يعني ما فيه ياكل كل هالقد، فهو اذا بيجبر حاله على الاكل فهذا شيء سيء. نحن الافضل انه نحن نقسم الوجبه، صحيح. يعني نحن اول شيء مثلا ناخذ مثل ما حكيت المي والتمره والشوربه، بعدين فينا ننتقل مثلا على البروتين اللي هو بيكون لحم او دجاج او، واخر شيء الكربوهيدرات، يعني الرز، المكرونه، هي نشويات خالصه، يعني هي ما فيها حتى قليل الدهون، يعني بس بترفع سكر الدم وبتفتح الشهيه. فنحن اذا بقي له محل اخر شيء فهو الافضل انه ناخذ كميه قليله، يعني كمان ما بتتجاوز خمس معالق. عم تحكي انت هون عن شبه المستحيلات، يعني ما في مقاومه ابدا، انا بدي اكل واحد اثنين ثلاثه. ونحن ببلش واحد فطوره بالمكرونه بالبشاميل، يعني نادرا ما تلاقي حدا عنده هي الاراده والكنترول انه يحكم نفسه لا بدي اكل بس من هي او هي الكميه او هي فقط. نحن قلنا انه هو رح ياخذ خطوه لحياه صحيه، فانه الاجبار يعني هو اولا الحافز الدافع، يعني الحافز لازم يكون موجود، ثانيا الالتزام والاستمراريه، لان انا والله اليوم اكلت هيك، ثاني يوم خبصت، ثالث ما رح استفيد شيء، يعني خطوة قدام خطوة لورا بدي ضل مكاني، فكل يوم خطوة لقدام. فرصة أساساً لتحسين بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان المبارك. خلص وقتنا معك بسرعة دكتورة، أكيد نتمنى كل الناس تكون استفادت اليوم من جميع المعلومات اللي حكينا عنها. شكراً كثير لك، شكراً لك، شكراً لك، وأهلا وسهلا فيكي، شكراً شكراً لك.